فكرة يوم الكفارة هو عيد من أهم الأعياد، موجود في سفر اللاويين في العهد القديم إصحاح 16. في هذا اليوم هو يعتبر صوم كل اليوم مبتدئا طبعا اليوم الأربعاء مبتدئا من امبارح حتى نهاية هذا اليوم حتى المساء. في هذا اليوم يدخل رئيس الكهنة، رئيس كهنة اليهود، مرة واحدة في السنة ليكفر عن خطايا نفسه وعن خطايا كل الشعب. أيضا في القديم كان بيعمل هذا الشيء في خيمة الاجتماع، وطبعا في أيام المسيح كان يعمل هذا الشيء في الهيكل، وكان يدخل إلى منطقة تسمى قدس الأقداس حيث موجود تابوت العهد. فكان طبعا هي كانت عبارة عن طقوس مهمة جدا، ما يخدهاش بسهولة أو بتراخي، يعني عشان ما يفوتش في أي وقت بحب يفوت، لكن يفوت في اليوم المعين كما قال الله عن هذا اليوم. بيدخل يوم واحد في السنة، وطبعا بهذا الاحتفال هو يعتبر تزلل وصوم أمام الرب. لازم يغتسل ولازم يلبس ألبسة معينة، ولازم يأتي بثور ذبيحة خطية يذبح على المذبح ويكفر بدم، ويأخذ من دم الثور ويرشه على تابوت العهد في قدس الأقداس. وطبعا جزء من هذه الطقوس، وطبعا في طقوس كثيرة، لكن يحضر تيسين من الماعز وبيعملوا قرعة، واحد يذبح وأيضا يؤخذ من دمه يرش على المذبح في القدس الأقداس. وأيضا التيس الثاني كان بيضع الأيدي عليه وبيعترف بخطايا نفسه وخطايا كل شعب إسرائيل، ثم يطلق هذا التيس يسمى تيس عزازيل إلى البرية. وإحنا بنعرف من العهد الجديد أنه ليس بدم تيوس أو دم عجول أنه ممكن يتكفر عن خطية الإنسان، لكن قدم أو بذبيحة نفسه، يعني المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبديا، أو مرة واحدة إلى الأبد. فإذا عندما قال قد أكمل، فلا توجد ذبيحة بعد ذبيحة المسيح، ولا يوجد إعلان بعد هذا الإعلان، أو لا يوجد وحي بعد هذا الوحي.